ولادة معاق نتيجة خطأ طبي ونسبة عجزي 80%. عمري ما شعرت بالعجز. كان لما يسلم علي حدا أمسك إيدي اليمين بإيدي الشمال منشان أسلم في اليمين. عمري ما شعرت في العجز وكنت قد كل المواقف. أنا خالد حج محمد، أسير محرر وعندي إعاقة بإيدي اليمين. اشتغلت في شركة الاتصالات لمدة 10 سنين، ولما شركة الاتصالات قدمت عرض إنهاء خدمات مبكر حبيت أستفيد منه بعد 10 سنين منشان أعمل مصلحة خاصة في أعيل فيها أسرتي اللي هي مكونة من 3 أفراد، زوجتي اللي هي كمان عندها إعاقة. أنجبنا بنت عمرها حاليا 16 سنة. ولما درست السوق كان أفضل خيار شفته اللي هو مخبز آلي. قبل لا أستأجر محل توجهت للبلدية، قدمت إشي عدم ممانعة بسموه في البلدية، وجاني الموافقة من البلدية إنه لا مانع من هاي الحرفة في هاي البناية اللي هي مصنفة سكن باء ويسمح فيها بالحرفة. وأنا بصلح في المحل وبمدد الكهرباء والغاز المركزي والتفاصيل هاي، شريت المعدات طبعا. عرضني عقيد ساكن فوق المحل فوق المخبز، إلا أني تفاجأت باتصال منه في شهر 5/2016 أنه عنده بنت توجيهي وهم هاد في هذا الشهر اللي بيحضروا فيه للامتحانات بدرسوا فيه، وإني أنا هيك ممكن أضرها. على طول لما عرفت أنه بنته توجيهي وقفت كل الشغل في المحل وسكرته. بعد ما خلصت امتحانات توجيهي رجعت أباشر عملي على أساس أني تعطلت فترة طويلة، نزلت العمال يستكملوا قصة صاحب المحل، إلا أني تفاجأت أنه نازل عليهم على المحل وطاحيهم من المحل وقايلهم ممنوع تشتغلوا هون نهائي وممنوع المحل هذا ينفتح مخبز. واتصل علي طبعا تليفونيا ما استكفى أنه طاح العمال وهددني وتوعدني أنه ما أفتح محل تحت بيته مخبز. لما وقفت شوي وقفت الشغل وحاولت أتفاهم معه رفض التفاهم، دخلت ناس كتير إلا أنه ما جاوب. بالآخر أنا توجهت بشكوى لمحافظ نابلس وتوجهت بشكوى للاستخبارات العسكرية ووجهت مناشدة للرئيس في الجريدة. تاني يوم من المناشدة استدعاني مستشار قانوني في المحافظة وحكى لي أنه أنت ما معك تراخيص. قلت له لا، هاي التراخيص كلها موجودة. شاف التراخيص وتفاجأ وأخذ صورة عنهم وما حدا رجعني بعد هذا التاريخ. دخلوا أصدقاء إلي أو أقارب أصدقاء إلو من خلال طلبه إنه بده يحل المشكلة، وأنا حكيت بشكل واضح إن أنا كنت صورة حاطت في المحل بين أجرة بين تمديدات غاز مركزي كهرباء صحي حوالي 9500 دينار. بهاي القعدة مباشرة قال أنا أي خسارة خسرها خالد في المحل أنا بعوضه عنها وبعطيها مقابل إنه ما يفتح ويخرج من المحل. قريبه وصديقه اللي كان مستضيف الجلسة استعد إنه يتكفل بالخسارة إذا ما دفعها العقيد، وعلى الحكي هذا تصالحنا وصار الحكي إنه أتنازل عن قضيتي وأتنازل عن شكواي اللي رفعتها لكل الجهات مقابل وأوقف فتح المحل مقابل إنهم يعوضوني بالخسارة وأقدم لهم فواتير شو اللي حطيته في المحل. بالفعل جمعت فواتير وسلمتهم إياها ومدت المسألة أكثر من شهر، وبالآخر رفعوا إيدهم ورفض يدفع. بهاي الحالة رجعت لنقطة الصفر ورجعت لأني موجود في محل من 7 شهور 6 شهور مغلق مش قادر أشتغل فيه، خسران فيه ودافع 9500، شريت معدات ب20,000 دينار ومرمية ومش عارف أشتغل. وبنفس الوقت الاستخبارات العسكرية راحت قدمت في شكوى للشرطة نيابة عن العقيد إني بشهر وإني بسئله، وأنا ما قمتش بأي إساءة، لا هددت ولا توعدت، بالعكس أنا تفهمت حاجة بنته لما كانت في توجيهي وتفهمت حاجة الجيرة لأنه إحنا جيران واستعدت للتفاهم، وتفهمت حاجته إني ما أفتحش مقابل إنه يعوضني، لكن هو للأسف ما تفهم حاجتي كإنسان. أنا بدي حقي، إلي حق في هالبلد أعيش زي أي مواطن، أشتغل أترزق
أعمل مصلحة، أعمل كيان اجتماعي، أنا معاق، عمري ما طلبت مساعدات اجتماعية من أي جهة، لا شؤون اجتماعية ولا غيرها، أنا قادر إني أشتغل رغم إعاقتي، وقادر إني أنتج. أثبتت هالحكي لما اشتغلت في شركة الاتصالات لمدة 10 سنين وكنت ناجح في شغلي. بدي فرصة يكون لي مشروع خاص وأنجح فيه إن شاء الله وأنتج. رزاني اليوم شايفة أبوها مكبل في البيت 7 شهور بلا شغل، ناس فرضوا بلطجتهم عليه، مش قادر يقاومهم ولا قادر يعمل إشي، شايفة ما حدا واقف معاه في قضيته العادلة. بحس بصعوبة قدامها إني صفيت قاعد في البيت بلا شغل متضرر، ودائما بنتي تفتخر في أبوها. حاليا أبوها مكبل في البيت مش قادر يعمل إشي، مش لاقي حدا واقف معاه ولا يسنده في هالبلد. أنا مواطن ما بطلب أكتر من حقي في هالبلد.